فرحان اخوي عبد العزيز فرحان فرحه ضروري ضروري الحمراني 21 21 مسال سيدي الله يحفظك كاين الفرحة اخويا عبد العزيز العافية يا مامور حمرا كنشوفو الفرحة
حديثه مع الحمار. وليكو أمر. Yeah.
ديما مور كوربا سالم فيرو راجريتا رافيستا ويتاكس يا مورا مقام بي كوربانا معنا فرحة السيرية الجماهير الوداد البيضاوي الوداد الأمة اللي محتفلين باللقب رقم 21 التاريخ ديالهم خليكم تتابعوا الفرحة ديالهم على المباشر هاني هاني عبد الله Thank you.
عبد العزيز اجانا يا زلمه خاخو يا عبد العزيز صافي لا عطاني بدا عطاني بالدار صافي سي عبد العزيز تم مباشرة على قناة شوف تي فرحانين باللقب 21 اشنو تبغي تقول للجمهور واللعابة اللي كانوا رجال مبروك على جميع الوداديين جماهير الودادية داخل المغرب وخارجه اي ودادي مبروك عليه اي متيم بحب الوداد اي شغوف بحب هذا النادي الكبير مبروك علينا هذا اللقب لقب 21 احب من احب كريم الكاري لقب غالي وغالي علينا على قلوبنا كاملين لان كنشوفوا الوداد الرياضي في المكان الطبيعي ديالها اللي هو البوديوم الوداد المكان ديالو هو منصه التتويج ماشي بلاصه اخرى الخزانه ديال الوداد زدانت باللقب 21 وهذه فرحه كبيره بالنسبه للجماهير ديال الوداد الرياضي سيد البطوله المغربيه كيأكد الزعامه ديالو السيطره والاستحقاق ديالو لهذا اللقب ديال سيد البطوله المغربيه كاع الشراد ولاد القحاف لا 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 كمل 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 مول عاش الوداد الرياضي سيد البطوله المغربيه ومفخرتها ديما وداد ومبروك علينا اللقب 21 ان شاء الله زايدين نكملوها باللقب 10 لا ديسيما في كاس العرش ان شاء الله ان شاء الله كنا باغيين الثلاثيه ولكن اخر الله ماشي فعال الصفحه ديال العصفه تشطوات بالحلاوه ديالها وبالمر ديالها الصوت ديالي ما كيساعدنيش نهضر انا فرحان فرحتي فرحه يا السير يا ما كرهتيش تطلع عندهم كنشكر احتلال قدام 90000 متفرج كيف ديما ولكن كنتمنى من الله عز وجل يرفع علينا هذا البلاء باش نرجعوا للحياه فريميزا ونرجعوا للتيران ونكون ورا الفرقه في التيران ماشي من ورا التلفازه ومبروك على جميع الجماهير الوداديه اي مكان في العالم مبروك علينا اللقب 21 ومازال زايدين ان شاء الله وديما وداد ديما وداد سيد بطوله تبارك الله عليك خويا عبد العزيز كنشكرك بزاف وكنشكركم حتى نتوما مشاهدين قناه شوف دابا لحسن المتابعه نتلاقاو في احتفالات اخرين ان شاء الله والى اللقاء.